في حلقة جديدة من برنامج الحريف. النهاردة من دقائق قليلة حسم نادي الزمالك المركز الثاني في بطولة الدوري بعد فوزه على نادي الإسماعيلي 3-1. ده كان أهم الأحداث النهاردة اللي أو أهم المباريات وأهم النتائج اللي شهدها الدوري المصري. يمكن وصلنا للمحطة الأخيرة من الدوري المصري. موسم كان استثنائي، موسم طويل جدا، موسم توقف أكتر من 4 شهور بسبب أزمة كورونا، ولكن في النهاية نجح نادي الزمالك أن يحسم المركز الثاني بعد منافسة قوية جدا مع نادي بيراميدز على المركز الثاني، وبكده بيضمن نادي الأهلي ونادي الزمالك المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل بصرف النظر عن نتيجة الفريقين أو نتيجة أحد الفريقين لو الاثنين تأهلوا أو تأهل نادي الأهلي رسميا في دوري أبطال أفريقيا، وينتظر نادي الزمالك تحديد موقفه أو مصيره في المباراة الثانية أمام نادي الرجاء. الزمالك قدر يحسم المركز الثاني زي ما قلت لحضراتكم، كان بيلعب النهاردة مع الإسماعيلي. الأهلي حسم بطولة الدوري السنة دي بدري جدا، من أسهل البطولات اللي نجح النادي الأهلي الفوز بيها مبكرا. صراع الهبوط كانت حسم أيضا من بدري، كان طنطا اف سي مصر، وحتى الأسابيع الأخيرة كانت المنافسة قوية عن الفريق الثالث اللي هيهبط ما بين الجونة ووادي دجلة وحرس الحدود، ولكن حرس الحدود حسم أيضا المركز الثالث في الفرق التي هبطت إلى دوري القسم الثاني. بمناسبة القسم الثاني والفرق اللي هبطت في القسم الثاني، النهاردة اتحاد الكرة أصدر قرار مفاجئ للبعض وقرار متوقع للبعض الآخر. اتحاد الكرة النهاردة أصدر قرارا رسميا بإلغاء الهبوط في المسابقات القسم الثاني والثالث والرابع. ده أدى إلى مطالبة بعض الأندية في الدوري الممتاز زي نادي طنطا بإلغاء الهبوط بالدوري الممتاز إسوة بما حصل مع الدوري القسم الثاني. إيه اللي هيحصل وإيه اللي هيكون وإيه اللي هنشوفه، وهل اتحاد الكورة ممكن يلغي الهبوط في الدوري الممتاز؟ أعتقد أن الأمور هتكون صعبة جدا في الدوري الممتاز أن الهبوط يتلغي، وخاصة بعد صعود الثلاث فرق من القسم الثاني للدوري الممتاز. يعني أخبار مثيرة على الساحة، إلغاء هبوط وعدم إلغاء هبوط، ودي كانت أهم القرارات اللي أصدرها اتحاد الكرة النهاردة. ولكن في أيضا أخبار مهمة جدا، وإحنا بنتكلم عن أخبار القسم الثاني وعن أخبار الدوري الممتاز، وبما أن برنامجنا هو برنامج خاص جدا بأخبار الناشئين وكل ما يدور وكل ما يخص الناشئين ومنتخبات الناشئين، معانا يعني النجم الكبير، الكابتن الكبير، نجم النادي الأهلي السابق والمدير الفني لمنتخب الشباب، كابتن ربيع ياسين. أهلا بيك يا كابتن ربيع. كابتن ربيع، يمكن عبال ما المداخلة تجهز تاني هيكون معانا كابتن ربيع. عارفين إن منتخب الشباب بيستعد لبطولة أمم أفريقيا للشباب اللي هتنطلق في مارس المقبل 2021، ولكن هناك تصفيات قوية جدا أعتقد إن هي هتكون خلال أسابيع في تونس المؤهلة ل 2021. استعدادات قوية جدا بياخدها منتخب الشباب. معسكر مغلق خاضه منتخب الشباب خلال الأسابيع اللي فاتت، يعني كان في إيجابيات كبيرة، كان في شغل، كان في مجهود، كان في بعض العقبات التي واجهت منتخب الشباب. كابتن ربيع ياسين اتعامل معها ازاي؟ يعني بنحاول نتواصل مع كابتن ربيع ياسين يطمننا على منتخب الشباب ويطمننا على استعدادات منتخب الشباب الفترة الجاية، يطمننا على اللعيبة اللي انضمت للمعسكر الفترة الأخيرة، وإيه هي المعوقات اللي واجهت منتخب الشباب مع الأندية، لأن كان هناك بعض الأندية بترفض إن هي تسيب لعبتها للانضمام لمنتخب الشباب. ده إزاي هيأثر على منتخب الشباب وجود أكتر من لاعب من منتخب الشباب في الفترة الأخيرة بيشارك مع أنديتهم في الدوري الممتاز، سواء نادي الزمالك، نادي وادي دجلة، نادي الإنتاج الحربي، أكتر من لاعب من عناصر المنتخب الشباب قدروا إن هم يشاركوا مع أنديتهم قبل ما بيلعبوا مع المنتخب في بطولة رسمية. المعتاد والمتعارف عليه طول السنين اللي فاتت إن اللعيبة بتنضم للمنتخب وبتتألق بعد انضمامها للمنتخب، وثم بتظهر أو بتنضم للفريق الأول للفريق اللي بتلعب فيه. الظاهرة السنة دي أو المرة دي إن في أكتر من لاعب بدأ يلعب ويظهر
مع أنديته، فهل دي عنصر إيجابي لمنتخب الشباب ولا عنصر هيأثر على منتخب الشباب؟ هنعرف رأي كابتن ربيع ياسين. أهلا بيك يا كابتن ربيع. أهلا بيك كابتن محمود، إزيك وإزي أخبارك؟ ربنا يخليك يا كابتن ربيع، طبعا منورنا ومشرفنا، ومجهود كبير جدا حضرتك بتبذله مع منتخب الشباب، وكل الناس عايزة تعرف آخر استعدادات منتخب الشباب. يعني كلنا مشغولين، كنا بنهائي أفريقيا، كنا مشغولين بنهائي الدوري ومين هيحسم المركز الثاني ومين هيلعب في أفريقيا، ولكن عندنا منتخب الشباب بيستعد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، يعني طمنا يا كابتن ربيع. طبعا انت عارف يا محمود ان عندي تصفيات في شهر 11 في تونس، دي تصفيات امم افريقيا للشباب 2020. تمام. فيها طبعا مصر وتونس والمغرب والجزائر وليبيا، هياخدوا اول وثاني باذن الله تعالى. انا دي 10 امبارح بالظبط كان 10 اسبوع بمرن اللعيبه. انا طبعا بجهزهم بدنيا ومهنيا وخططيا ونفسيا وذهنيا، وختمت امبارح الاسبوع العاشر بمباراة مع فريق أسوان وعملنا نتيجة كويسة الحمد لله. من بكرة إن شاء الله عندي الأسبوع 11، المفروض آخر أسبوع قبل السفر، في مباراتين يوم 31 مباراة ويوم 3، وبعد كده ننتظر بقى السفر 4 5 حسب ما يجينا بقى التعليمات إن شاء الله يتعرف. تصفيات منتخب واحد الحمد لله كل أمورنا تمام يا محمود. أنا كان بس نفسي الأندية، يا ما انا تعاونت مع الانديه واديتهم لعيبه ووجدت جديد بفضل الله، اضافه للاجيال السابقه للمنتخبات اللي موجوده والفرق الكبيره، كانت الناس تتعاون معايا وتديني اللعيبه من بدري. لان يعني مثلا النهارده على مثال، انا النهارده كام في الشهر؟ انا 26 في الشهر بالظبط. شوف على البطوله دي النادي الاهلي طلب مني العربي بعته، الاتحاد السكندري طلب عبد الغني عشان دوم من الخميس قلت له روح، خد بالك. يعني قصدي ان عادل برضه عنده اخر مباراه، زياد محمد اخر مباراه في انبي. انا متعاون جدا، بس يعني كان نفسي من بدري عشان الجوانب الخططيه الفنيه لازم احفظ اللعيبه وبجهز اللعيبه محمود على اعلى مستوى، لان احنا رايحين بطوله كبيره. لازم اللعيب اعداده يكون باسلوب علمي، ده مهم جدا جدا جدا. لكن احنا عملنا يعني عملنا اللي علينا وبنحاول، وان شاء الله باذن الله تعالى نسافر وكلنا طموح والرغبه في اثبات الوجود باذن الله ونعمل نتائج طيبه مشيت لها ان شاء الله. شايف فرصه مصر الاول في التصفيات ايه يا كابتن، وثم فرصه مصر في البطوله نفسها في حاله التاهل ان شاء الله من خلال الجيل اللي مع حضرتك؟ يعني انت كان معاك جيل قوي جدا زائد فنيات، المدارس كلها قريبه، شمال افريقيا يا محمود كلها قريبه من بعض. يعني مصر زي الجزائر زي ليبيا زي تونس زي المغرب، الخمسه قريبين فرصهم واحده، توفيق ربنا. ثم بقى يعني العمل بقى، العمل الكتير، خد بالك، المحاضرات مهمه جدا، ان الولد يحفظ مهم جدا، ان يتعاون مهم جدا، ان القدرات اللي اشتغل بيها محمود لازم تكون يعني تستجيب معايا ويساعدوني. لان انا وقتي كله للتدريب، وقتي كله للمحاضرات، وقتي كله للفيديو، وقتي كله للفيديو الشخصيه، واخد بالك. فاللي اقصده بشتغل كتير جدا عشان اقدر ان شاء الله اوصل لمستوى فني رائع نقدر نواجه بيه الفرق. احنا مش هنقول احنا رايحين نعمل نتائج بدون استعداد بدني، الولد هيتصاب مش هقدر اكمل دي. لازم اطور الاداء المهاري عند اللعيب، لازم الاداء الخططي يطوروا ويحفظوه، الهجومي والدفاعي الفردي والجماعي، هناجم ازاي وندافع ازاي، فينا ازاي، الشخصيه كمان لازم اطورها واطلع بيها ازيد بيها. كابتن ربيع، كابتن ربيع، وجود اكتر من لاعب من منتخب الشباب بيلعب في الفريق الاول لانديه للنادي بتاعه حاليا قبل البطوله، ده شايفه عنصر ايجابي هيفيد منتخب الشباب وهيكون لعيبه عندها خبرات من خلال احتكاكها بالدوري الممتاز، ولا ده قد ينعكس سلبيا على بعض اللاعبين الاخرين؟ وحضرتك فاهمني طبعا باللاعب اللي بيلعب في الدوري الممتاز او في الفريق الاول بيبقى عنده غرور شويه، عنده حته تكبر شويه على زمايله، شايف الموضوع ده ازاي؟ لا هو اكيد ايجابي ان شاء الله. بس لما اخد اللعيبه اخدها من بدري عشان برضه لازم نشتغل صح. انا اعشق يا محمود الشغل الصح. طبعا الشغل الصح بوقت، يعني انا حاطط 6 اسابيع يبقى 6 اسابيع بالظبط، 4 اسابيع ب 4 اسابيع. انما ده هيبقى ايجابي ليه؟ لان الولد يا محمود
اولا خلي بالك من فضل الله علينا اول مره قبل بطوله رسميه اللعيبه تلعب في الفريق اول بعدد كبير جدا. بالظبط بالظبط، هم ظهروا في البطولات اللي فاتت بشكل لائق وشكل فني عالي على اعلى مستوى. فاللي اقصده ان محمود لا ايجابي، بس الانديه تتعاون معايا وتديني اللعيبه قبلها فتره عشان استعد بيهم كويس. طبعا. لان كل حاجه ليها مقامها يا محمود، دي حقيقه في الشغل وفي الاحترام يعني. تمام. كابتن ربيع بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، ونتمنى لك التوفيق من المدربين المخلصين والمجتهدين واصحاب البصمات، وقدرت قبل كده انك تحصد على بطوله امم افريقيا للشباب 2011. كل الامنيات الطيبه بالتوفيق، وان شاء الله 2021 بعد 10 سنوات بالظبط من 2011 تكون بطل امم افريقيا للشباب. يعني بنشكر الكابتن ربيع ياسين جدا، وهنروح نشوف فاصل ايضا مع براعم نادي الاسماعيلي، وبعد الفاصل هنستقبل ضيوفنا الكرام دكتور عدي ابراهيم مدير قطاع الكوره بنادي عين قصيره، وكابتن محمد رزق الله المدير الفني لاكاديميه زي اكاديمي. اسم حضرتك؟ احمد ابراهيم. ايه راي حضرتك في نادي الاسماعيلي؟ بسم الله ما شاء الله، يعني نادي الاسماعيلي معروف دايما هو نادي عظيم جدا يعني. تمام. ايه رايك في المدرب؟ ممتاز جدا، كابتن باسم حاجه من المدربين الرائعين، وبيتعامل مع اولاد بمنتهى الحرفيه وبمنتهى يعني بيتعامل معاهم كانهم ابنائه بالظبط. حضرتك شايف نفسك ابن حضرتك يكون زي مين من اللعيبه؟ والله هو بيحب على المستوى العالمي كريستيانو رونالدو، وبيحب طبعا نجمنا الكبير كابتن محمد صلاح. نمر عادل نمر حسن نمر. ايه تمام. ايه اللي خلاك تنضم للنادي الاسماعيلي؟ من ابتدات حياتي من الجزيره مع كابتن محمد مهران وكابتن سيد فاروق، وانا لقيت نفسي عنده طموح وهوصل، وكابتن محمد مهران كان ليه الفضل عليا وجابني هنا نادي الاسماعيلي، وانا شايف نفسي هوصل وبعمل عليا في الملعب وربنا هيكرمني، وانا بجتهد وبعمل مجهود. ربنا يوفقك ان شاء الله. مركزك ايه؟ فيرويد. نفسك تبقى زي مين؟ مصطفى محمد. نتعرف بحضرتك؟ عبد الله محمد خالد. ايه رايك في نادي الاسماعيلي؟ النادي كويس وممتاز جدا، ودي تاني سنه لنا في النادي. ايه رايك في المدرب؟ المدرب بسم الله ما شاء الله عليه، ربنا يحفظه يا رب، كابتن باسم. تتمنى ابن حضرتك يكون زي مين من والله هو ده كله توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، هو حسب ما ربنا سبحانه وتعالى رايد له، رايد له الخير هيكون خير ان شاء الله. محمد شو محمد. مواليد كام؟ 2009. ايه رايك في نادي الاسماعيلي؟ الحمد لله حلو تمام. رايك في المدرب بتاعك؟ حلو كويس معانا في الملعب. مركزك ايه؟ هافي مي. مين مثلك الاعلى؟ كريستيانو. هو محمد ابراهيم. ايه رايك في نادي الاسماعيلي؟ نادي 10 على 10 ما شاء الله، بيطلع موهوبين وبيطلع ناس تمام الحمد لله. ايه رايك حضرتك في المدرب؟ مدرب ما شاء الله عليه 100 100، كابتن محمد علاء يعني 10 على 10. نفس حضرتك ابنك يبقى ايه؟ زي مين؟ نفسي طبعا يبقى زي محمد صلاح، النجوم بتاع المستقبل ان شاء الله. اسمك ايه؟ احمد سعود عبد المؤمن. مواليد كام؟ 2005. ايه رايك في نادي الاسماعيلي؟ نادي انا شايفه حلو جدا، وفرصه ليا يعني المستقبل قبل المستقبل عليه، ونادي كبير. ايه رايك في المدرب؟ مدرب كابتن علاء حمدي واقف معانا وبيقف معانا كتير في التدريبات وبيدربنا حلو، وعدنا نبقى حاجه يعني في المستقبل. مركزك ايه؟ هاف رايت. مين مثلك الاعلى؟ في عالميا ولا ميسي؟ سفيان احمد. مواليد كام يا سفيان؟ 2008. 2008. قول لي طموحك كده مع النادي اللي انت فيه. عشان ان شاء الله بحاجه كبيره واشرف في نادي الاسماعيلي. تمام. مدربك شايفك ازاي؟ شايفني كويس وبيتعامل معايا كويس جدا وبيعاملنا كلنا كويسين. نفس السؤال برضو بالنسبه لك، شايفه ازاي؟ كابتن باسم كابتن كبير جدا، كابتن كويس وبيدربنا كويس وبيعاملنا كلنا زي اولاده. تمام. استعداداتك ايه للموسم الجديد؟ ان شاء الله اتدرب كويس ونبذل مجهود عشان نبقى احسن واحسن. مين مثلك الاعلى في الكوره؟ كريستيانو رونالدو. اسمك ايه؟ محمود عبد الحميد. مواليد كام؟ 2008. شايف المدرب بتاعك ازاي؟ كويس وبيدربنا حلو وقدمنا. تمام. انت شايفه بتتعامل مع المدرب بتاعك ازاي؟ لا بلعب حلو واجتهد عشان يشوفني في الملعب وبقيت الفرقه كده. تمام. مين مثلك الاعلى في المجال؟ محمد صلاح. احمد ابراهيم عبد العال. مواليد كام؟ 2008. 2008. شايف النادي الاسماعيلي ايه رايك فيه؟ نادي كبير وان شاء الله نبقى نادي اكبر اكبر نادي في الكوره. تمام. عامل استعدادك ازاي للموسم الجديد؟ هتدرب كويس واجتهد واضغط عليا. مين مثلك الاعلى في الكوره؟ كريستيانو. عبد الله مجدي عطيه. مواليد كام؟ 2008. ايه رايك في نادي الاسماعيلي؟ حلو، مدربنا حلو برضه.
تمام. عامل استعدادك ازاي للموسم الجديد؟ ان شاء الله مكبره بلعب كوره والحمد لله يعني. مين مسرك الاعلى؟ مسرك الاعلى كابتن باس محمد عبد الله محمد. مواليد كام؟ 2008. ايه رايك في النادي الاسماعيلي؟ كويس الحمد لله يعني. تمام. مين مسرك الاعلى؟ حجازي ده رايي. مركزك ايه؟ مساك. تمام. ايه رايك في المدرب؟ بتتعامل مع المدرب ازاي؟ احلى احترام يعني. وكابتن باسم ما شفتش الصراحه كابتن شبهه. اماني احمد فؤاد. ايه رايك في النادي الاسماعيلي؟ كويس الحمد لله تمام. شايفه مستقبله ايه بعد ان شاء الله يبقى لاعب كوره ان شاء الله؟ بتتمني ان هو يبقى زي مين؟ يعني محمد صلاح، ابو تريكه، اي حد. ابراهيم عبد الله. ايه رايك في النادي الاسماعيلي؟ ممتاز طبعا، كره جميله. تمام. ايه رايك في المدرب؟ محترم الاستاذ باسم، ويعني بيدرس يعني ومحترم. تمام. شايف ابن حضرتك نفسك يكون زي مين؟ والله نفسي بقى الجمعه. المنظومه هنا بصراحه انا عاجبني هنا المنظومه والسيستم اللي ماشي بيه الكابتن محمود الشيخ، راجل محترم ومنظومه كويسه، وطبعا الدكتور عدي ابراهيم اضافه كبيره للمكان هنا. شايف ملاعب على اعلى مستوى، تنظيم كويس، وبيعملوا ماتشات وديه بالنسبه للاعبين، اللعيبه بتستفاد طبعا، بيلعبوا دور كويس. فبصراحه يعني كل حاجه هنا ماشيه كويس قوي، وانا مبسوط ان انا جاي هنا وجايب لعيبه كويسه هنا. شكرا زميلتنا رضوى ربيع اللي عملت لنا التقرير النهارده، ومع المصور المتالق محمد جمال من داخل فرع نادي الاسماعيلي بالقاهره. مجدد ترحابي تاني مره اخرى بالدكتور عدي ابراهيم، مدير قطاع الكوره بنادي او مركز شباب عين السيره. منورنا دكتور عدي. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كابتن محمد رزق الله، مدير وصاحب ومؤسس اكاديميه زي اكاديمي، منورنا كابتن. اهلا بحضرتك. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. منورنا كابتن عدي. ده نورك كابتن. وشغل محترم ومنظومه محترمه عاملها في عين السيره بقالك 7 سنين ولا اكتر؟ من 2015. 2015 يعني 6 سنين بنتكلم في الموسم السادس. فكره جت ازاي عندك انك او عند مجلس الاداره؟ وكان ايه فكره وايه تخطيطه ان هو يعمل منظومه بالشكل ده؟ وطبعا احنا عارفين والناس كلها عارفه ان معظم مراكز الشباب الامكانيات فيها ضعيفه جدا، ومراكز الشباب بتعاني بشكل كبير جدا، ولكن مع قله الامكانيات ومع قله الدعم بنلاقي ان عين السيره عامل منظومه محترمه جدا ومطلع لعيبه كويسه جدا لانديه كتير. الموضوع جه ازاي؟ انا اشكر حضرتك اولا على يعني تسليط الضوء على مراكز الشباب. الحقيقه زي ما سيادتك قلت يعني مراكز الشباب هي بتعاني من ضعف الامكانيات والنجاح فيها بيكون صعب جدا. التجربه في عين السيره يعني تزامنت مع التطوير اللي حصل في مراكز الشباب في العشر سنين الاخيره، وخاصه الخمس سنين الاخيره كمان. الملاعب اللي انشئت من الوزاره داخل مراكز الشباب هي كانت الاساس لتجربه عين السيره الحقيقه. فخلينا اوجه الشكر للمجهود الكبير في تطوير البنيه التحتيه في مراكز الشباب، وخاصه الفتره الاخيره يعني. احنا في 2015 بعد تجديد ملعب عين السيره كان عندنا تحدي كبير جدا ان احنا عاوزين ناسس قطاع كره قدم يضم مراحل براعم والناشئين ويكون على اعلى مستوى علمي. طبعا زي ما سيادتك قلت اول حاجه صدمنا بيها هي الامكانيات الماليه، ويعني الحمد لله قدرنا ان احنا نوفر الدعم المالي للقطاع من خلال يعني خطه طويله المدى، من خلال اكاديميه الكوره، ومن خلال الاستثمار في اللعيبه، من خلال بيع وانتقالات اللعيبه. من الاتجاه ده واكتر من اتجاه تاني قدرنا نوفر الدعم المالي، وطرحنا خطه لمده 5 سنين لتاسيس وبناء القطاع. الحقيقه مشينا فيها خطوه بخطوه، وكان معنا مجلس إدارة محترم جدا دعم الفكرة بشكل كبير، إدى مساحة للشغل، إدى مساحة للاستقرار، إدى صلاحيات كبيرة جدا في اختيار الأجهزة الفنية، لأن طبعا دي نقطة مهمة جدا في نجاح أي منظومة. اللي هينجح المكان هو الناس اللي بتشتغل في المكان. حصل عملية تطوير كبيرة جدا وعملية فلترة للأجهزة الفنية، تم تعيين أجهزة فنية على أعلى مستوى علمي. كان فيها اشتراطات قاسيه جدا في انك تختار مدرب يشتغل في عين السيره، وكانك بتشتغل عشان يعني بتختار عشان يشتغل في دوري ممتاز. دي كانت نقطة البداية ونقطة التحول في مركز شباب عين السيرة. بدأنا بقى نقف على الأرض بشكل كويس، بدأنا نعمل اختبارات، بدأنا نجمع لعيبة مواهب، والحقيقة برضو كانت الإمكانيات في الأول ضعيفة، فاخترنا إن احنا نبدأ بفرقتين. بدأنا في 2015 بفرقتين، وصلنا في 2020 إن احنا عندنا الفريق الأول، عندنا فريق الكرة النسائية الأول، عندنا فريق الصم والبكم الأول، وعندنا 12 فريق في مراحل الناشئين ومرحلة البراعم. إن شاء الله. خلال المرحلة دي قدرنا إن احنا نحصل على 7 ميداليات من منطقة القاهرة، زائد درع البطولة ما بين مركز أول وتاني وتالت. الحمد لله الفرق معظمها تلعب في دوري السوبر. المنافسات في منطقة القاهرة قوية جدا. والله المنافسات قوية جدا. تحصل على بطولة أو مركز
في ظل وجود انديه كبيره، اهلي وانبي ومقاولين ودجله والجيش، يعني ده انجاز كبير. والله هو فعلا منافسه قويه جدا في منطقه القاهره، طبعا اقوى طبعا دوري على مستوى الجمهوريه. احنا يعني صدقنا في نفسنا وفي اولادنا واشتغلنا على نفسنا كويس واشتغلنا على اولادنا كويس، ويعني امننا بان احنا اللي هنحقق الانجاز ده كافراد وكمجموعه اللي بتشتغل، واشتغلنا على قد ما قدرنا والحمد لله. يعني قدرنا نحقق على الارض حاجات كويسه وقدرنا نرفع مستوى الولاد، بدليل ان احنا يعني من ضمن برضو الانجازات اللي اتعملت ان احنا قدرنا ننقل لعيبه النادي الاهلي النادي الزمالك. خلينا اللعيبه اللي هناخدها طبعا، لان انت عندك مجموعه لعيبه كبيره راحت انديه دوري ممتاز، لكن برضو زي ما في تجربه ناجحه هنا، واحنا هنا في الحريف دايما بنسلط الضوء دكتور عدي وكابتن محمد على التجارب الناجحه، يعني التجارب الناجحه اللعيبه الناجحه المدرب الناجح، فعندنا ايضا تجربه ناجحه وتجربه على المستوى الشخصي انا معجب بيها جدا، لاني طريقه شغلها وطريقه والسيستم بتاعها ونظامها مختلف. انا شفت ده بنفسي، احنا عندنا في دوري الحريف او برنامج الحريف او منظومه الحريف بنتعامل مع عدد كبير جدا من الاكاديميات، يكاد يصل الى 1000 اكاديميه، ولكن من الاكاديميات اللي لفتت انتباهي ونظري وشددني هي اكاديميه زين. كابتن محمد، الاول كان ليك تجارب خارج مصر، هل كانت تجارب على مستوى اللعب ولا على مستوى التدريب ولا على مستوى الدراسات؟ يعني وضح لنا ايه اللي انت عملته خارج مصر قبل ما تيجي وترجع وتعمل زي اكاديمي. والله التجربه عندي بره مصر يعني كانت في كل الحاجات اللي حضرتك قلتها، كلاعب وكمدرب وكدراسه. بدات وانا عندي 18 سنه تقريبا، كنت لعبت في الدوري في كندا درجة تانية في سان لامبرت يونايتد، ولعبت 5 سنين هناك من 99 ل 2004، وفي 2003 كنت طالع ثالث هداف على الدوري كمان في كندا، ثالث هداف الدوري في الدرجة تانية. وبعدين لعبت سنة في جاكرتا بعدها بشوية، يعني كان في الفترة في النص في النص كان في فترة رجوع مصر كده كان فيها الجيش والحاجة والخدمة العسكرية، وبعد كده طلعت تاني لعبت سنة في جاكرتا. بعد ما خلصت لعب في جاكرتا دربت 6 شهور في جاكرتا في مشروع ناجح جدا، ده يعني فادني جدا قبل ما ادرس التدريب نفسه، يعني لانه مشروع جديد وحاجة فكرة جديدة اللي هي حاجة اسمها سوبر سكيلز. عبارة عن ايه؟ عبارة ان انت بتاخد اللعيب وبتسكله مهارات جامد قوي، بتبني اللعيب نمرة 10 بس في الملعب. فدي كانت فكره موجوده فانا دربت فيها شويه، خدت منها الفكره بتاعتها، وبعد كده دمجتها بعد كده في الاكاديميه عندي. بعدين رحت انجلترا درست تدريب كره بروفيشنال من ليفربول، ومعايا شهادات يعني في التدريب. لما جيت طبعا، يعني انا عارف هنا طبيعه ولي الامر المصري واللاعب المصري، تفكير العقليه بتاعه العاملين او المحتكين بالوسط الرياضي المصري تبقى صعبه شويه قوي ان هي تتقبل اي حاجه جايه من بره، ودايما بيبص على الاكاديميه اللي هي جنبه، لا ده انت بتعمل حاجه غريبه دول بيعملوا كذا، فانت بتعمل حاجه صح بس هم بيبقوا باصين لك انك بتعمل الحاجه اللي مش معتاده. واجهت ده ازاي يعني؟ ولا هل ده الاول وجهك، يعني هل ده وجهك ولا ما واجهتكش حاجه زي كده؟ هو بصراحة نقطة حضرتك يعني أثرتها مهمة جدا، أن أنا أول ما بدأت الشغل يعني أنا قبلها قعدت سنة وشوية كنت مدير نادي هنا في مصر اللي هو نادي الأشجار، أنا كنت المدير بتاعه، فقعدت أفكر وأتفرج على الأكاديميات وأشوف الشغل في مصر شغال إزاي، لقيت طبعا الدنيا مختلفة تماما عن بره، يعني حتى طبعا الأساسيات اللي اللاعب هنا بياخدها في حاجات كتير قوي بياخدوها بره بالتفصيل الاول قبل ما ينطوا على المرحله دي. هنا يجيبوا الولد مثلا نط على طول، لا ما في، يعني في حاجه اسمها كيك ان هولد وبعد كده كيك ابس وبعد كده تنطيط، الكلام ده ما بيحصلش في مصر قوي. فالمنظومه نفسها مختلفه، ففي الاول كنت براقب وكده لحد ما اصلا عملت يعني اخترعت كده سيستم جديد بعد كده سميناه سايكلينج ثرو ستيشنز، اللي هو انا باخد اللعيب الاول في ساعه كامله كاني بديله برايفت جوه الاكاديميه. الساعه دي كامله انت بتاخد مهارات في ستيشن لوحده، يعني 20 دقيقه مخصصه مهارات بس، بعد كده 20 دقيقه فيتنس بس، وبعد كده 20 دقيقه تخليص على الجون والضربات الثابته بس، مش بنحط الحاجه جوه الشغل الماتش زي ما متعرف عليه هنا في مصر يعني. وبعد الساعه الكامله دي ببدا ان انا في ساعه بقى اللي هي شغل الماتشات، اللي هو بقى بتدي التاكتكس، مش تقسيمه بقى وخلاص، لا بتدي تاكتكس ازاي تطلع من على الاطراف، ازاي تدافع، يعني شغل بقى الماتشات كامل يعني. فطبعا الفكر الجديد ده كان كل ما يجي لي حد جديد ايه ده، بس انا ما شفتش نادي بيشتغل كده، بس انا ما شفتش اكاديميه بتشتغل كده، يعني هل انتوا بتفهموا سوري يعني عن الاهلي مثلا، هل مش عارف. فطبعا كانت شويه معاناه، فكانت بتحتاج بقى ان احنا نقعد نشرح والاول قبل ما بتحتاج ان انت تخلي المدربين بتوعك تقعد تديهم ورش عمل كتير،
وتديهم تريننج كتير، وبعدين توصلهم هم المرحله ان هم مؤمنين بالفكره ومؤمنين بالاسلوب الجديد ده. طالما هم بقوا مؤمنين بيه هيعرفوا ينفذوه كويس، وهيعرفوا يبقى في زي شاهد معاك قصاد ولي الامر. فبتاخد بقى مجهود كبير قوي من التيم كامل ان انت تقنع ولي الامر. اقتنع خلاص اولياء الامور. بالظبط اقتنع. بس بعد خلي بالك اللي هي يعني اللي هيقتنع هتلاقيه مكمل. بالزبط. وصعب جدا ان هو لانه خلاص عرف ان ده يعني ده الصح او ده الشغل المفروض يتعمل. في نقطه بصراحه يعني انا بسطتني جدا، ان للاسف الشديد طبعا الازمه اللي كان فيها العالم كله اللي هي الكورونا الفتره اللي فاتت، بعد ما الكورونا رجعت في كان بشوف قدامي الاكاديميات اتضربت ضربه وحشه يعني. بالزبط. ناس كتير بقى العدد اقل كتير. انا الحمد لله كانت نسبه اللويالتي الانتماء بتاع ولي الامر عندي عشان خلاص اقتنعوا ان انت بتعمل حاجه صح، فنسبه الانتماء كانت عاليه جدا، فرجع معايا بتاع مثلا 70% من الاكاديميه. ده كويس جدا. في حين ان الناس كانت بتعاني، فدي كانت جدا. يعني خلتني حاسس اني شغال صح. عانيت برضو يا كابتن وديف في اول تجربتك مع عين السيره؟ اكيد طبعا كل حاجه جديده في مكان يعني بيبقى لها يعني عقبات، مش مفيش حاجه بتتم بسهوله يعني. لكن يعني اصعب يعني الحاجات الصعبه اللي هي واجهتك علشان والله احنا مجلس الاداره يعني سهل الامور. يعني مجلس الاداره في مركز شبع عين السيره مجلس اداره محترم، خلينا يعني اوجه لهم الشكر، لان هم يعني اقتنعوا بالفكر بالخطه اللي انا حطيتها في 2015. حطينا خطه 10 سنين من 2015 ل 2025 وعلى فترتين يعني كل فتره 5 سنين. الناس اقتنعت بالموضوع وحبت تجرب ونجرب شغل جديد، ومش هنشتغل على قديمه بقى، يلا نشتغل شغل محترم ونحاول نرفع مكاننا، واحنا ما عندناش اي اهداف تانية كمجلس اداره غير ان احنا يكون مكاننا احسن مكان. ده الحقيقه سهل الامور كتير عليا ك يعني كمدير للقطاع ان اشتغل بحريه. على ارض الواقع طبعا نقطه من كلام كابتن محمد هي حته الستاف اللي هينفذ معاك الشغل واللي هتشتغل عليه. برضه هو قريب الفكر من بعض، لان هم كلهم يعني معظمهم حاصلين على بكالوريوس التربيه الرياضيه، فهم نفس المدرسه في الشغل يعني عندي، او كلنا مدرسه واحده. فكانت الامور كلها بتتعلق بانك انت المشكله الكبيره ان انت توفر دعم مالي. هي كانت اكبر مشكله بتواجهني، لان احنا ما عندناش الوضع المالي في المركز اللي يساعدك انك انت تصرف على فرق. هي دي كانت العقبه الكبيره، والحمد لله قدرنا نوفرها من خلال اكاديميه كره محترمه بتدخل دخل كويس جدا للمكان، مبلغ محترم سنويا، من خلال اختبارات، من خلال بيع اللعيبه، من خلال الايفنتات اللي بنعملها. يعني هي دي كانت التحدي الكبير، ان انت هتجيب فلوس منين عشان تصرف على الناس دي؟ عشان انت مركز شباب ما عندكش فلوس. طبعا مفيش امكانيات، مفيش مجلس اداره اعطيك الصلاحيه ان تشتغل، لكن في نفس الوقت تقول لك انا ما عنديش يعني انا مش هقدر اصرف، لكن يعني ابتكر اشتغل على نفسك كويس. وده الحمد لله يعني عملناه بشكل كويس، وصلنا لدرجه بقى ان احنا بنصرف على القطاع وبنوفر مبلغ محترم جدا كمان للمركز يتصرف منه على الانشطه الثانيه. جميل. هو ده كان التحدي الكبير في عين السيره. طبعا كابتن محمد برضو انت بتعمل تجربه جديده، او يعني تسويق لعيبه ولاعيبه افارقه وبتجيب لعيبه من بره مصر ومن خارج مصر، برضو الفكره اشرح لنا ايه اللي انت بتعمله وازاي ممكن تفيد الكوره في مصر بحاجه زي كده، ولا هو هدف تسويق؟ يعني اشرح لنا بتعمل ايه الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه قبل ما ندخل. بص حقيقة هي الفكرة ان احنا برضو في الاول قبل اي ما بعمل اي حاجة بحاول اشوف الدنيا هنا بيبقى فيها ايه، هل الاتجاه ماشي شوية ناحية المصالح الشخصية والبزنس قوي ولا مصلحة الكورة. وببدأ انا اقيس وانا عاوز ايه. فانا بصراحة مش مع ان انا افضل، لا مش الموضوع مش مادي بحت كده، لا المفروض تشوف المصلحة ان انت حد مثلا بعد 10 سنين يقول لك كابتن رزق الله عملني دي عندي بالدنيا، فاهم؟ طبعا. ففكرنا قلنا ايه، طب احنا دلوقتي انا كنت بلعب بره، وكان في يعني حد كان بيلعب قصادي في الدوري في جاكرتا، كان اللي هو مستر ديلمو الهولند. مستر ديلمو الهولند ده كان 14 سنه منتخب امريكا كان 14 سنه منتخب امريكا، وكان حد يعني اول لاعب امريكي يحترف في اوروبا، يعني حد الاسم يعني حتى لو تعمل في جوجل كده بيطلع مستر ديلمو الهولند. ده كان اكتر واحد صديق، وانا كنت كان صديقي في التدريب وفي الدوري كان بيلعب قصادي يعني. فاول حاجه عملنا كونتاكت بيه وقلنا له لو عملنا زي الناس اللي موجوده في مصر هنا وبعتنا لك لعيبه عندك، فلقينا الموضوع يبقى مكلف جدا زي ما الناس هنا اغلب الناس بتعمل، ان ايه البيرنت هيروح دافع مبلغ كبير قوي عشان ابنه يروح ويعالم هيتقبل ولا لا. فلقينا الموضوع ده مكحف شويه بالذات مع الظروف، يعني الناس مش يعني، فلقينا الموضوع تقيل قوي على الناس. فقلنا طب ما نعمل حاجه بقى ما حدش عملها خالص، ونجيب
3 4 كشافين سكاوتس كده كبار بره يجوا بقى لحد مصر ويستكشفوا فعلا الناس دي ويبداوا يمضوا معاهم يعني زي عقود رعايه ونبدا نسوقهم بره من غير ما ناخد من حد اي مليم خالص. احنا هناخد من النادي اللي هيشتري طبعا. فاتفقنا مع مستر ديل ومستر برنارد ومستر برنت كلهم اسامي تقيله يعني بره جبناهم. كان المفروض ان هم يجوا يعني اول مره يجوا هنا مصر شهر 3 بحيث ان هم يجوا بقى مره كل سنه. دول بيجوا يشوفوا اولاد الاكاديميه ويشوفوا بقى اي حد عاوز يجي بيدفع مثلا حاجه بسيطه رمزيه عشان يعني التكاليف حضورهم وكده, وبيبداوا ان هم يشوفوهم والمميز قوي يمضي معاه رعايه ويبداوا ان هم يسوقوه في اوروبا. طبعا جات الكورونا للاسف وقفت برده القصه, فاحنا بنحاول نظبطها على شهر 3 الجاي ان شاء الله. اثناء ده حاولنا برده نعمل حاجه داخليه, يعني دي بتغطي الجزء الخارجي. قلنا داخليا فعملنا برده مشروع جديد لسه ما بقالوش شهر اللي هو فريق الاليت. فريق الاليت ده زي المنتخب بتاع المكان, بنجيب برده العناصر من 2003 و4 و5 تمام. بنجيب العناصر المميزه قوي من بره والعناصر الممتازه جدا عندنا في الاكاديميه بتتصعد للفريق ده ومع اللي جايين من بره الاكاديميه يعني. وبنبدا نعمل فريق الاليت ده اللي هو منتخب, هو فيه حوالي 5 او 6 افارقه والباقيين مصريين. قوامه لحد دلوقتي 30 لاعب كلهم ممتازين جدا, وبنبدا نلعب بقى الفرق اللي هي فرق الدوري الممتاز الف وب وج, بحيث ان ده تسويق مباشر. انت بتلعبهم والكوتش بتاعهم بيشوفوا اللي هو عاوزه بيعمل. تمام. يعني خلينا نقول الاسبوع اللي فات قلنا الجزء الاول من الاكاديميات اللي شاركت في دوري الحريف وما لحقناش نقول باقي الاكاديميات. هنقول النهارده برده او هنحاول نقول بعض الاكاديميات اللي شاركت, والحلقه الجايه برده هنستكمل الاكاديميات. طبعا اكاديميه زي من الاكاديميات اللي شاركت في دوري الحريف, اكاديميه حورس كابتن ضياء, تشيلسي كابتن محمد فتحي المقاولين العرب بالعبور كابتن خالد عماد, وهيرو اكاديمي كابتن احمد, اهدافي كابتن خالد شعبان, روما شبرا كابتن عماد, هيرو كابتن مينا وكابتن سامح, والماسا كابتن محمود عوض, اسماعيلي كابتن عبد الرحمن, والعالمي حلوان كابتن ياسر, وصحاري كابتن عبد الله, مصر السلام كابتن عرفه, بلاي ميكر كابتن سيد عبد المرضي, نجوم العبور كابتن ابراهيم وكابتن مصطفى. وطبعا من الاكاديميات المحترمه جدا في العبور ومن الاكاديميات المشاركه كل سنه في دوري الحريف, من اكبر الاكاديميات اللي موجوده في العبور. المناره كابتن سمير, سيجل كابتن بولا وكابتن محمود, جولدن بوي كابتن نادر السيد العاشر من رمضان, انترناشونال سبورت كابتن والحريف كابتن محمد ايمن, ايجل كابتن احمد مسعد برضو من الاكاديميات المحترمه ايجل. كل الاكاديميات طبعا اكاديميات محترمه, ولكن الاكاديميات دي من الاكاديميات بقى لها فتره طويله جدا معانا 3 4 5 سنين كمان, فما فيش اي مشكله او اي حاجه يعني اصيرت او خرجت منهم, فلازم يعني نلقي الاشاده عليهم. اسباير كابتن محمد سعيد, الهدف كابتن احمد زكي, منشيه ناصر كابتن محمود, المستقبل محمود زهران كابتن محمود زهران, الاتحاد الرياضي كابتن اشرف, برو كابتن ابراهيم, ايجلز ديبو كابتن ديبو, ايجلز كابتن اندرو, ستارز اكاديمي كابتن احمد طه, شباب العرب كابتن ياسر وكابتن حسام, فيفا كابتن محمد, اف اس بورتو كابتن احمد مصطفى, وموهوبين شبرا كابتن حمدي, مستقبل شبرا كابتن حسام, اكتوبر كابتن محمد ابو هاب وكابتن احمد رضوان, زيكو ستار كابتن زكريا شعراوي, الخطيب اكاديمي كابتن خطيب, نادي هيئة النقل العام كابتن محمد علي ابو عمر او ابو عمرو, مواهب السيتي كابتن محمد بلحة, اكاديمية اف سي كابتن محمد سعيد. كابتن عدي سريعا عشان وقتنا يعني قرب يخلص, اللعيبة اللي انت في عين السيرة خرجت من عين السيرة انتقلت لأندية الدوري الممتاز, واللعيبة اللي ممكن الفترة الجاية نلاقيها في أندية الدوري الممتاز. والله احنا يعني السنه اللي فاتت دي قدرنا ان احنا ننقل زياد مسعود علواني مواليد 2002 للنادي الاهلي, كان في تعامل مباشر يعني مع النادي. كان محمد سعود المالح مواليد 2000 نادي الزمالك, احمد محمد محمود مقاولين العرب 2006, ده انضم لمنتخب مصر 2005 كمان وحاجه كويسه قوي. الموسم اللي قبليه كان في نادي معادي الانبي في 2001, في ثلاث اولاد خرجوا بره مصر بس طبعا للاسف يعني هم ملوش عقود احتراف عندنا يعني ما همش لعيبه محترفين, في تركيا وحد في اتنين في تركيا وحد في فرنسا. عندنا الفتره الحاليه في ان شاء الله يعني من 5 ل 6 اولاد كده برضو بننتظر انتقالات مباشره لنادي الزمالك, وان شاء الله النادي الاف سي مصر, ان شاء الله النادي الاسماعيلي. يعني الفتره دي هتكون انتقالات الموسم ده هتكون اقوى من الموسم اللي فاتت, لان الجيل مواليد 2000 و2001 وجيل مواليد 2002 خد معانا شغل كتير جدا فتره 5 مواسم, فالولاد ما شاء الله يعني بقوا جاهزين للانضمام لاي انديه في مصر
ويقدروا انهم يشاركوا بقوه في بطولات الجمهوريه ان شاء الله باذن الله. كابتن عدي، كلمه اخيره حابب تقول ايه؟ كلمه اخيره حابب يعني انوه عن مراكز الشباب، وان هي اتطورت بشكل كبير جدا خلال الفتره اللي فاتت من خلال البنيه التحتيه، لكن للاسف الشديد ما تمش تطوير الكوادر اللي تدير البنيه التحتيه. ملايين اتصرفت على الارض، ملايين اتصرفت على الارض في اسكندريه الاسوان زي ما بيقولوا. ملاعب اتعملت في مناطق نائيه جدا ما كانوش يحلموا يكون فيها ملعب كره قدم. بجد مجهود كبير من الوزاره، ولكن كيف تدار هذه الملاعب؟ ازاي تدار عشان تدر دخل للانديه وللدوله؟ كانت الدوله او كانت الوزاره المفروض ان هي تطور عقول واللوائح اللي بتحكم الناس اللي بتدير الاماكن دي عشان تقدر تحقق منها الاستفاده القصوى. اتمنى ان ده يحصل الفتره الجايه. اكيد طبعا. كابتن محمد رزق الله، برضو يعني في دقيقه هدف الاكاديميه وكلمه اخيره تحابب توجهها لمين وتقول ايه؟ هو الهدف الاساسي ان احنا نبني لعيب بضمير بروفيشنال يقدر يلعب بره مصر، وبعد كده ان احنا بقدر الامكان نقدر نساعده ان هو بقى يحقق الحلم ده، ان هو يلعب بره مصر او على الاقل يعني ابسط الامور ان هو يلعب في نادي كويس في مصر. الكلمه الاخيره بصراحه احب اشيد بالمنظومه بتاعه الحريف، بصراحه حاجه محترمه جدا وفيها ضمير وكل سنه بتتطور. احنا في دوري الحريف بقى لنا 3 سنين، شفنا من كده بدانا مع بعض. ودي حاجه بتبسطنا، يعني احنا عارف احنا يعني دايما بنبقى حابين كل سنه نزيد شويه عن اللي قبليها، ما يهمناش ان احنا نوصل مره واحده وما يهمنا وما نبقاش كويسين وننزل يعني، لكن الحمد لله احنا ماشيين بخطى ثابته وده اللي احنا بنشتغل عليه. كابتن محمد رزق الله، مدير ومؤسس اكاديميه زي اكاديمي، نورتنا كابتن محمد. دكتور عدي، مدير قطاع الكرة والمشرف على الكرة بمركز شباب عين الصيرة، نورتنا. شكرا كابتن محمود، شكرا الاستضافة. شكرا، انا بشكركم وبشكر حضراتكم، واسيب حضراتكم مع الفقرة الثابتة في برنامج الحريف، بالمناسبة فقرة الأستاذة بسمة رشوان مع نجوم على الطريق او المواهب اللي احنا بنتوقع ليها مستقبل باهر في كل الأندية. كل اسبوع ان شاء الله يكون معانا لعيبة مختلفة وأندية مختلفة. الفقرة بدأنا نثبتها بعد ردود الفعل القوية جدا اللي جت على الفقرة الأسبوع اللي فات، وبعد النجاح الكبير لحياة الفقرة الأسبوع اللي فات، وأشادت كل من تابع البرنامج بالفقرة الأسبوع اللي فات. هسيب حضراتكم مع بسمة رشوان وضيوفها، ونلتقي الأسبوع المقبل في نفس التوقيت يوم الاثنين الساعة 11 مساء. مساء الخير استاذ محمود الشيخ، مساء الخير على كل المتابعين ومشاهدين برنامج الحريف في كل مكان. اهلا بكم في فقره جديده من برنامجكم الحريف. النهارده معانا 2 نجوم من نادي الانتاج الحربي اللي الكل بيتوقع ليهم مستقبل كبير جدا في كره القدم. هيكون لنا لقاء مع كابتن حمزه بلال ومحمد الشحات. نتعرف بيك يا كابتن حمزه. حمزه بلال من مصر، من القاهره، وعندي 17 سنه. تدرس ايه؟ بدرس عربي يعني. لا، في سنه كام يعني؟ كام ثانيه سنه ان شاء الله. ثانيه سنه. كابتن محمد الشحات، برحب بيك النهارده في برنامج الحريف. عايز اعرف سنك قد ايه وبتدرس ايه؟ سني 16 سنه وفي ثانيه سنه. ثانيه سنه وعام؟ اه. وانت عام؟ سنه وعام. طيب هنبدا بحمزه. تمام، عايزين نعرف حمزه بدا ازاي مشواره في كره القدم، وازاي فكر او جات له الفكره منين اللي هو يلعب كوره. كنت زمان بتدرب في نادي وادي دجله، وبدات اكمل والعب كتير لحد ما اكتشفني المدرب كابتن ياسر عم، وبدات اروح الانتاج ان شاء الله. طيب كنت بتلعب فين قبل كده؟ كنت بلعب في الطلائع، طلائع الجيش، وبعد كده انتقلت للانتاج. الطلائع اول حاجه، بعد كده الانتاج. ما رحتش اي نوادي تانيه؟ لا. طب ليه سبت الطلائع؟ عادي يعني، حبيت اغير النادي. تغير عشان ما فيهوش مميزات اكتر، وشايف الطلائع، شايف الانتاج الحربي فيه مميزات اكتر من الطلائع الجيش وكده؟ اه يعني تدريبه احسن، وان شاء الله ممكن يكون ليه مستقبل فيه اكتر. كابتن محمد الشحات، طبعا عايزين نعرف ازاي بدات تلعب كوره، ومين اللي خلاك تلعب؟ يعني مين اللي جاب لك الفكره في دماغك انت تسيب المدرسه شويه وكده؟ انا طبعا كنت عندنا في القريه بدات. كان منين اصلا؟ انا من محافظه الشرقيه. اه تمام. كابتن خالد سمير الفضل يرجع لي طبعا، هو اكتشف موهبتي وعرض الفكره على ابويا انه يقدم لي في نادي، وابويا وافق. تمام. واداني نادي. كان امتى الكلام ده بقى؟ وانا عندي يعني 9 سنين. من زمان قوي يعني. وابويا وافق ووداني، كان وداني نادي الترسانة. يعني بدات في نادي الترسانة ولا رحت في حته تانية قبليه؟ اكاديميه الاهلي.
تمام. رحت نادي الترسانة وبعد كده رحت الانتاج الحربي ولا رحت أندية تانية قبليها؟ لا أنا رحت الحربي. لا الترسانة بعد كده الانتاج الحربي. طب ليه سبت الترسانة؟ كان هي فترة كورونا فقفتنا شوية، فلقيت نادي الانتاج الحربي عامل اختبارات فقدمت فيها ونجحت. نجحت بقى. كنت بتدرب نفسك في فترة الكورونا بقى ولا شايفة مؤثرة عليك وكنت قاعد في البيت ما بتتدربش وكده؟ لا كنت يعني بروح الجيم اتمرن على نفسي بدني وكنت بتمرن في البيت بس مش كنت بنزل الملعب وكده. يعني اكتشف فيك موهبة الكورة والدك؟ لا هو الكابتن خالد سمير هو اللي عرض الفكرة على والدي فوالدي وافق. هو تمام. تمام. طيب عايزين بقى نعرف منك مين المدربين اللي أثروا في مشوارك في كرة القدم؟ أكتر مدربين طبعا مؤثرين معك لحد دلوقتي مش قادر تنساه ومش قادر تنسى جمايلك جمايلهم عليك. كابتن ياسر عمرو الأول هو اللي اكتشفني ودربني كتير وهو اللي إن شاء الله يعني وصلني الإنتاج. وكابتن ميمو غنيم هو اللي أيدني في الإنتاج الحربي. مين المدربين اللي أثروا في مشوارك في كرة القدم؟ يعني أكتر مدرب مؤثر معاك جدا ومش قادر تنسى وقفته معاك؟ هو الكابتن ناصر إبراهيم. كان معايا بمرن في الترسانة. كان كابتن محترم جدا وعرض يعني الفكرة على نادي الإنتاج الحربي. تمام. عايزين نعرف انضميت لنادي الإنتاج الحربي إزاي؟ لقيت اختبارات ورحت واختبرت والحمد لله اتقبلت. اختبارات بس؟ اختبارات. كنت متوقع ان انت تقبل؟ يعني كان في ناس كتيره بس الحمد لله ربنا اراد ان انا اتقبل والحمد لله اتقبلت. انضميت لنادي الانتاج الحربي ازاي؟ كان في اختبارات وقدمت في الاختبارات الحمد لله انقبلت، وكان الشرف ليا ان انا العب في نادي الانتاج لان المشرف على الناشئين الكابتن ماهر همام شرف ليا ان انا اكون من الناشئين بتاعه يعني. طيب عايزين نعرف بقى مين مثلك الاعلى بره مصر وجوه مصر؟ مين مثل الاعلى بره مصر وجوه مصر؟ الكابتن محمد صلاح. ده بره مصر. الاثنين بره مصر وجوه مصر. تمام. مين مثلك الاعلى بره مصر وجوه مصر؟ محمد صلاح وتريزيجيه. وبره مصر كريستيانو يعني. تمام. طيب عايزين بقى ايه نتكلم شويه عنك، يعني الكرة بالنسبة لك ايه؟ هتأثر على المدرسة بتاعتك؟ انت طبعا قلت لي في البداية اللي انت سنة وعام، فهل انت بتعرف توفق بين الكرة الاندية اللي انت بتروحها؟ طبعا انت في محافظة الشرقية فطبعا بعيد عليك انت تيجي كل شوية اندية في القاهرة صح؟ واكيد ده السفر فيه ارهاق وفيه تعب ليك، فاكيد انت بتيجي لوحدك ولا والدك بيجي معاك؟ جدي اللي بيجي معايا. يعني تتعب جدك معاك، ربنا يديه الصحة يا رب. طيب عايزين نعرف انت ازاي بتوفق بين مدرستك وبين الكرة وكده؟ انا اهم حاجه التوازن، ان انا يعني في وقت الدراسه بهتم بالدراسه والكوره في نفس الوقت، يعني بوفق بين الحاجتين. تمام. جبت مجموع كام طيب في ثانوي؟ في الثانوي ولا في ثالثه اعدادي؟ لا في الثانوي. انت لسه اولى ثانوي؟ انا في ثانيه ثانوي السنه دي. عملت ايه السنه اللي فاتت؟ السنه اللي فاتت كنت جبت مجموع عديت، جبت مجموع حلو نجحك يعني. يعني الكوره ما اثرتش عليك؟ لا ما اثرتش عليا. انت قلت لي في سنه كام؟ ثانيه ثانوي برضه. ثانيه ثانوي عام. تمام. بتاثر عليك الكوره بقى وكده؟ بتاخد من وقتك كتير ولا انت بتوفق بين الاثنين؟ لا بوفق ما بين الاثنين. التمرين بيبقى عباره عن 3 ساعات، ده بيبقى وقت ترفيه بتاعي والباقي الحمد لله بذاكر فيه وكده بهتم بالدراسه برضه. تمام. عايزين نعرف بقى طموحك ايه في النادي؟ نفسك توصل لايه؟ ان شاء الله بلعب انتاج اول وان شاء الله فرقه كبيره تشوفني وانتقل ليها ان شاء الله. عايزين نعرف طموحك ايه في النادي؟ انا اول شهر السنه دي في الانتاج الحربي وان شاء الله هنعمل حاجه في الدوري السنه دي. دوري ان شاء الله. طيب عايزين نعرف ايه المميزات اللي النادي بيقدمها لك؟ التمارين بتاعه منظم والمدربين بيهتموا باللعيبه وبيكونوا عايزين يوصلهم لاحسن حاجه يعني، ولدرجة يعني كل بيهتموا بينا لدرجة اللي احنا بيقولونا لازم تكون تهتم بتمارينك وكده وتهتم بجسمك وكده عشان توصل تكون لعيب كبير يعني غير باقي النوادي يعني. عايزين نتكلم شوية عن الترسانة وشوية عن الانتاج الحربي، ايه المميزات اللي كان بيقدمها لك نادي الترسانة وايه المميزات اللي كان بيقدمها لك الانتاج الحربي؟ طبعا الانتاج الحربي لسه ما بقالكش كتير فيه. سنة فترة قليلة برضو مش كتير، كنت اكيد في الترسانة بقالك فترة كبيرة، فعايزين نعرف ايه الميزة هنا وايه الميزة هنا.
الميزة هنا التدريب بيبقى منظم والمدربين بيبقوا فاهمين اللعيبة وكده، فبيعرفوا يوفقوا ما بينهم ما بين بعض، غير يعني غير باقي النوادي كتير يعني ما بتهتمش بالحوار ده. الانتاج الحربي؟ الانتاج الحربي الانتاج الحربي هو يعني بقالي سنة فيه. كنت مواعيد بس يعني انت بالنسبة بتفرق معاك كمواعيد؟ الثلاث سنة كان مواعيده مش مظبوطة؟ لا خالص. طيب عايزين بقى نعرف، انت كنت في الثلاث سنة ورحت الانتاج الحربي بقالك قد ايه؟ بقالي يعني شهر او شهرين. شهر او شهرين. طب عايزين نعرف ايه المميزات اللي في الانتاج الحربي وايه المميزات اللي في الترسانة؟ طبعا نادي الترسانة نادي كبير وله اسمه وشهرته والناس كلها عارفاه، ونادي الانتاج الحربي برضه له اسمه ونادي كبير، وشرف ليا ان انا كنا من ناشئين الكابتن مار همام. كابتن حمزه عايزين نعرف مركزك ايه في الملعب؟ انا بلعب فيرويد مهاجم. بس طيب عايزين نعرف مين من اهلك بيجي معاك الانديه وبيشجعك بيحفزك جدا للماتش وكده؟ بابايا. باباك بس؟ لكن والدتك لا، ملهاش في الشمس والكلام ده؟ لا. بتحس بايه بقى لما والدك يكون قاعد بيتفرج عليك؟ بحس ان انا اكون عايز اقدم احسن اداء عشان يشوفني ويعجب بيا يعني ويفتخر بيا يعني. اكتر ماتش لعبته وكنت شايف نفسك ان انت مكسر الدنيا في الملعب؟ كان ماتش ودي ما بين الانتاج وكان ما بين فرقه اسمها سموحه، وكنت جبت ضربه جزاء وجبت جون بالهيد. انت طبعا مبسوط جدا. التحفيز بقى بتاع والدك يعني كان قال لي عاش وكده، وكان قاعد يعني كان فرحان بيا اللي انا قدمت مستوى حلو وكان فخور بيا يعني. كابتن عايزين نعرف مركزك ايه في الملعب؟ مركزي في الملعب اوف شمال اوف ليفت. تمام. كلمني بقى عنك، مين بيجي معاك الملعب، مين بيتفرج عليك، اكتر ماتش لعبته كنت فخور بنفسك بيه واهلك بيتفرجوا عليك وبيشجعوك كان ايه؟ انا اللي كان بيجي معايا الملعب والدي، كان بيجي معايا فلما بيسافر يدوا اللي بيجي معايا وربنا يخليه لي ودي طلت العمر. اللهم امين. طيب عايزين نعرف نفسك توصل لايه للانديه في كره القدم، يعني ايه الانديه اللي انت نفسك توصل لها؟ نفسي العب في الريال والزمالك يعني في مصر. الريال ورا الريال يعني. ده انت ان شاء الله ربنا يوفقك يعني، بس بتبص لقدام قوي. مثلك الاعلى قلت لي مين؟ كريستيانو. كريستيانو بره لكن جوه تريزيجيه محمد صلاح. تمام. نفسك توصل لايه في كره القدم؟ حلمي ان انا اكون من ناشئين نادي الاهلي، ده حلم يعني، ونفسي اوصل ليه. طيب عايزين نعرف بقى، مامتك بتروح معاك الماتشات بتاعتك ولا لا؟ لا مامتي لا. والدك وجدك؟ طيب عايزين بقى نعرف، شايف من وجهه نظرك مين ممكن ياخد بطوله افريقيا؟ ان شاء الله الزمالك. الزمالك. وانت ممكن شايف من وجهه نظرك مين ممكن ياخد بطوله افريقيا؟ الاهلي ان شاء الله. الاهلي. طب انت زملكاوي وهو اهلاوي، انت لو رحت لعبت في الاهلي تمام؟ يعني انت لو رحت جالك مثلا عرض في الاهلي هتقعد تلعب في الاهلي؟ طبعا الاهلي نادي كبير برضو يعني، مش قليل اللي انا العب فيه، ونادي كبير وليه اسم وجماهيره كبيره يعني، فعادي. وانت لو رحت لعبت بقى في الزمالك هتلعب في الزمالك؟ العب لو انت اهلاوي. عشان اهلك كانوا اهلاويين وكده، فانت قلت بقى خلاص انا طلعت لقيت اهلي بابايا اهلاوي وجده اهلاوي فخلاص اشجع الاهلي، ولا انت بتحب اصلا النادي الاهلي؟ لا انا بحب الاهلي، هم مش كانوا يعني عارفين على الكوره كتير يعني، فانا بحب الاهلي. طيب لو دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه شايفنا دلوقتي من خلال برنامج الحريف، تحب تقول له ايه؟ احب اقول له اللي يعتبرني واحد كابنائه يعني في الناشئين، ويتفرج عليا وممكن يعجب بموهبتي ويودينا دي اكبر كمان ان شاء الله. لو دكتور اشرف صبحي بيشوفنا دلوقتي من خلال برنامج الحريف، ايه الرساله اللي انت ممكن توجهها له؟ احب اقول له انه يعتبرني واحد من ابنائه ويشوفني في الملعب، وان شاء الله يكون كويس. تمام. دكتور اشرف صبحي طبعا احنا بنوجه الرساله دي من خلال الشباب، من خلال برنامجنا برنامج الحريف، نظره ليهم بس مش اكتر. وطبعا احنا عايزين نختم باخر سؤال، رسالتك ايه؟ حابب توصل رساله لمين من اهلك او اصدقائك او حتى الكباتن بتوعك؟ ايه الرساله اللي حابب تقدمها من خلال برنامج الحريف؟ احب اشكر مامتي وبابايا اللي هم ساعدوني في المشوار طبعا، وكابتن ياسر عمرو وكابتن ميم غنيم
هم ساعدوني ان انا اوصل لده ويعني وفروا لي كل الطرق اللي انا العب واجتهد في الكوره عشان اكون لعيب كبير ان شاء الله. ان شاء الله. الرساله الاخيره اللي حابب توجهها من خلال برنامج الحريف لاهلك لاصدقائك للكابتن؟ انا بشكر والدتي ووالدي اللي هم وقفوا جنبي وساعدوني، وبشكر كابتن خالد سمير والكابتن نصر ابراهيم كابتن كلهم محترمين، وان شاء الله اكون حاجه حلوه في المستقبل. ان شاء الله. بشكرك جدا كابتن محمد، بشكرك جدا كابتن حمزه، شكرا لكم، بالتوفيق ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يوفقكم. بشكركم جدا مشاهدين ومتابعين برنامج الحريف في كل مكان، كانت معكم بسمه رشوان.